مي عمر عندك خطيئة الغرور ولا لا؟ لا طبعا خالص خالص. بس انت قبل كده محمد سامي اشتكى ان انت ما بتغيريش عليه خالص، فده غرور منك؟ واثقة في نفسك قوي فما بتغيريش عليه؟ لا انا بغير. هو قال قبل كده ان انت ما بتغيريش. ما بحبش ابين. ما بتحبيش تبيني ان انت بتغيري عليه؟ اه قليل يعني، ببين قليل. ليه؟ ما اعرفش يعني. ما بتغيري ازاي طيب؟ بتغيري من ايه على محمد؟ يعني لا بغير من حاجات هبله يعني، ممكن اغير لو حسيت ان حاجات هبله والله يعني، ممكن اغير لو حسيت ان هو شايف ان حد لذيذ، مع اني بقى حد عادي يعني، عادي مش قصده حاجه. اه لو قال، لو قال على واحده لذيذه تغيري. اه بس هو ما يعرفش الموضوع ده. يعني لمجرد لو قال ان في واحده لذيذه انت تغيري من جواكي. اه ممكن اغير. اه اه اللي هو مين دي اللي لذيذه؟ ما تركز في الكلام. أيوة. اللي بتقوله كده. ركز وقع على بس كده. طب بتعبري عن غيرتك ازاي لما بتغيري؟ انت مش بتقولي خالص ان انت بتغيري؟ بقول، بقول ساعات. ساعات بتقولي؟ ساعات بقول. بتقولي ازاي؟ لما بلاقي نفسي متضايقه قوي بقول بقى. بتقولي يعني ايه بقى؟ لا بقول انا اتضايقت من كذا. من كذا ايه بقى اللي ضايقك قبل كده؟ ايه ايه كذا اللي ضايقك قبل كده؟ والله لا مش حاجه يعني، مش حاجه معينه، لان هو محمد يعني كويس بيخلي باله. اه مع ان هو مخرج وبيتعامل مع اه بس هو محترم كتير جدا وبنات كتير، بس هو بجد محترم جدا يعني جدا في الحته دي. عمره وبيراعي مشاعري جدا. عمره ولا كده ولا كده ولا اي حاجه خالص. انا هسكت. لو حصل هتعملي ايه يا مان؟ حصل ايه لو حصل كده؟ حسيتي ان في مسج مش مريحاكي، او في مقابله مش مريحاكي، مقابله او في كده، هتعملي ايه؟ لا يعني لا يعني مش توترت. لو في حاجه كده هتعملي ايه؟ وترتيني والله. هتتصرفي ازاي؟ لا هعمل. هتعملي ايه؟ اعتقد لا رد فعلي هيبقى قولي مش حاجه سهل يعني، مش حاجه افوتها يعني، مش حاجه اقدر اتقبلها يعني. فهتعملي ايه؟ على حسب ايه يعني نزل خبر بكره الصبح محمد سامي كطن طن طن مع ايه بقى كطن طن طن ده بقى؟ زي اللي احنا بنسمعه، الطنطنات اللي احنا بنسمعها كتير على الناس يعني. سمعتي اشاعه؟ لا اشاعه انا ما بتفوتي طبعا، لاني انا بصي انا بثق فيه جدا 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 على فكره. هل ممكن، هل انت من الستات اللي ممكن لو حصل حاجه او حصل خيانه من اي نوع من اي درجه تعملي نفسك مش واخده بالك وتكبري؟ لا مستحيل بقى اعمل نفسي مش واخده بالي. لا طبعا. مش هتسكتي، هتاخدي موقف؟ اه طبعا. لا انا ما اقدرش ابقى مع حد، مع واحد بيخوني يعني، وما تقبلش، ما اقدرش اقبلها اصلا. ما تقدر، ما تعمل، ما اقدرش. مش حاسه ان انا شخصيتي مش ممكن تفكري أقدر. فيها انها نزوة وتعدي وعدت وخلاص. ممكن في ناس بتفكر كده، بس انا مش حاسه ان انا اقدر استحملها. يعني ما اقدرش استحملها يعني، يعني هبقى متضايقه اكتر بكتير من ان انا استحملها يعني. محمد سامي بيحب بناته قوي ومتعلق بيهم قوي، بتغيري ساعات من حبه لبناته؟ لا لا لا، بس بقعد دايما اقول له انت بتحبيني اكتر منهم ولا لا؟ بيرد يقول ايه؟ قدامي بيقول اه، قدامهم بيقول هما. اوكي، ولو قدامكم انتوا الاثنين بيقول هما. بيقول هما.